من وسط الليالي لا نبالي انت قصة وتدنى اخبر التاريخ والامجد عنا نحن من قال ثريا اتمنى نقضي كل انجاز من وسط الليالي لا نبالي انت قصة وتدنى حيث كنا كان للحلم بداية تشرق الاحلام نور شعبنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الأمين خير من تعلم وعلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار راعي الحفل، سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أصحاب السعادة والشيوخ المحترمين، الأفاضل مسؤولي القطاعين العام والخاص، مشاهدين الكرام عبر قناة عمان مباشر، أيها الحفل الكريم، يطيب لنا أن نحييكم بأجمل تحية يستصيغها العلم والعلماء في حفل تخريج فوج جديد من طلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث يحتفي فرع الجامعة بصلالة بتخريج 483 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات للكليات التالية: كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية علوم الحاسوب والمعلومات، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الصناعات الإبداعية. وإنها لمدعاة فخر واعتزاز، ونحن اليوم أمام نماذج مشرفة من الخريجين والخريجات أثبتوا
أن لكل واحد عزيمة فياضة جعلتهم محل تقدير واحترام كبيرين. نظير ما بذلوه من جهود أوصلتهم إلى هذه المرحلة، إلى هذه المرحلة من الاعتزاز بهم والثناء، والثناء عليهم في هذا الحفل البهيج. ويحق للجامعة أن تفخر بهم، ويحق لهم كذلك أن يفخروا بالجامعة وبكافة أطرها، وبكافة أطرها التي ثقلتهم علمياً وعملياً، فكانوا اليوم ها هنا. نبدأ حفلنا بكلمة الجامعة، ويلقيها الدكتور أحمد بن علي الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أكمل المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر محافظ ظفار راعي الحفل، سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أصحاب السعادة الأفاضل مسؤولي القطاعين العام والخاص، الأفاضل أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، الآباء والأمهات والأسر الكريمة، الخريجون والخريجات، مشاهدينا عبر تلفزيون سلطنة عمان، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حفلنا اليوم يحمل معه طابعاً فريداً إذ تتلاحم فيه خيوط السعادة مع روح المهابة، وتتجلى فيه علامات الاجتهاد مع بريق الإنجازات، لتحمل هذه اللحظة الجليلة دلالات معنوية عميقة، إذ يتجسد فيها إصرار طلبتنا على تحقيق الأهداف وتجاوز الصعوبات، فبالجد رسموا حلمهم بألوان، وبالمثابرة عبروا عن أمانيهم بأفعال. حضورنا الكريم، إن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة ليست مجرد مكان للتعلم والبحث العلمي، بل هي مرارة تضيء دروب العلم والمعرفة إذا امتدت إلى المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع من خلال تفعيل الأنشطة العلمية والثقافية وتنظيم الفعاليات وورش العمل، كما تعاونت مع القطاعين العام والخاص لتحفيز التقدم وتبادل الخبرات. إن جامعتنا ماضية في تحقيق أهدافها وفق رؤية عمان 2040 التي تتجسد في تعزيز عدة أولويات، وقد أخذت جامعتنا على عاتقها تحقيق هذه الأولويات بكل تفان واجتهاد من أجل تغذية سوق العمل العماني بكادر علمي مؤهل ومدرب يلبي طموحات الوطن ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظل النهضة المتجددة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي وفر البيئة المثلى لازدهار المعارف وتطوير المهارات لإحداث التحولات الإيجابية في كل المجالات. حفلنا الكريم يطيب لي في هذه السانحة أن أحدثكم بإيجاز عن أبرز الإنجازات التي حققها فرع الجامعة بصلالة، وهي الحصول على دعم 16 مشروعاً بحثياً بقيمة 71,000 ريال عماني ضمن برنامج التمويل المؤسسي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للعام 2023. تم تمويل 15 بحثاً علمياً كذلك ضمن برنامج الدعم الداخلي، ونشر 280 بحثاً علمياً مشتركاً على المستوى الداخلي والخارجي من قبل أعضاء هيئة التدريس بالفرع. بلغت مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات المحلية والدولية ما يقارب 200 مشاركة في عدد من الدول العربية والأجنبية. تمكن أكثر من 30 أكاديمياً وطالباً بالفرع من تسجيل براءات تصميم اختراع، منها على سبيل المثال للحصر الحصول على براءة اختراع الحصول على براءة تصميم اختراع في المملكة المتحدة بعنوان توليد الطاقة بدون انبعاثات من أحذية الاستشعار الكهروضغطية. كذلك
حصول أكاديميين من الفرع على الجائزة الوطنية للبحث العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحصول طلاب فرع الجامعة على المركز الأول بمسابقة هاكاثون أوكيو لأفضل ابتكار العام 2023، والمركز الأول لأفضل بحث علم لأفضل بحث طلابي على مستوى السلطنة في مؤتمر كلية مجان الجامعية، وأفضل بحث في الندوة الدولية لابتكارات مواد الحاسب الآلي بجمهورية الهند. كذلك حصل الفرع على المركز الثاني لأفضل بحث طلابي بمسابقة جامعة أبو ظبي، والمركز الثاني كذلك الأفضل ابتكار بمسابقة الجيش السلطاني العماني للعام 2022. قام الفرع بتنظيم مجموعة من الندوات المحلية والدولية الخاصة بالبحث العلمي، وتم كذلك افتتاح معمل البحث العلمي ومعمل حاضنة الأعمال للشركات الطلابية. وفاز الفرع بالمركز الأول في المهرجان المسرحي الجامعي السادس على مستوى أفرع الجامعة كأفضل عرض مسرحي متكامل وخمس جوائز فردية، والحصول كذلك على جائزة دولية في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الدورة الخامسة. وكما أسلفت قام الفرع بتنظيم العديد من الفعاليات المنهجية واللامنهجية والتي كانت المشاركة فيها للمؤسسات الأهلية وقطاعي الصناعة والأعمال، والتي تترجم دور الجامعة في كونها جزءاً لا يتجزأ من مجتمعها المحيط. وهي جامعتنا تصدر اليوم الإنجاز الأكبر بتخريج 483 خريجاً وخريجة موزعين على كليات الهندسة والتكنولوجيا وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وكلية الحوسبة وعلوم المعلومات وكلية الصناعات الإبداعية. الزملاء أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، لقد كنتم قدوة للتفاني والعلم، وقد أظهرتم التزاماً لا يضاهي في توجيه أبنائكم الطلبة وتحفيزهم من خلال عملكم الجاد والدؤوب. لقد ساهمتم في بناء جامعة قوية ومجتمعاً تعليمياً مثالي، وبفضل جهودكم تمكننا معاً من بناء جيل من الخريجين الملهمين والمتميزين. ففي هذا اليوم الفريد أعبر لكم عن امتناني العميق وشكري الصادق على التزامكم وتفانيكم في رعاية طلبتكم وتوجيههم، لنستمر معاً في بناء جسور التعلم والإلهام، ونواصل تحفيز الأجيال القادمة نحو التفوق والاتقان. الخريجون والخريجات، إنكم اليوم تعطفون ثمار عملكم الدؤوب وجهدكم الجاد على مقاعد الدراسة، وإن تحقيقكم لهذا الإنجاز الرحب يعكس التفاني والجهد الذي بذلتموه طوال سنوات دراستكم. إن تخرجكم اليوم ليس نهاية لرحلتكم التعليمية، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التحديات والفرص. وها أنتم الآن قد سلحتم بالعلوم والمعارف والمهارات، وبات في مقدوركم شق الطريق لتكريس الذي تعلمتموه لخدمة وطنكم. ومن هذا المنبر أود أن أرفع أزكى عبارات التهاني والتبريكات لأسركم الكريمة، فلهم منا كل التحية والتقدير على ما بذلوه من أجلكم. فلهم منا كل التحية والتقدير على ما بذلوه من أجلكم في مسيرتكم الدراسية، فتخرجكم اليوم هو بلا شك جزء من بركم بهم وتقديركم لجهودهم. وهنا فإنني أود الإشارة إلى أهمية الرؤية والتحلي بالإرادة في تحقيق الأهداف. لقد تعلمتم ليس فقط المفاهيم الأكاديمية، ولكن أيضاً تعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية. تذكروا دائماً أن المسؤولية الاجتماعية تلقى على عاتقكم، وأن تحقيق النجاح يتطلب الالتزام بالقيم والأخلاق. أبنائي الخريجون والخريجات، أدعو الله لكم جميعاً مستقبلاً مشرقاً ملياً بالنجاحات التي تسهم في بناء شخصياتكم وتطوير مهاراتكم. أنتم القوة الحية التي ستحمل راية الريادة والابتكار لهذا الوطن. وفي الختام نتقدم بوافر الشكر والتقدير لصاحب السمو السيد بنوان بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر محافظ ظفار لتفضله برعاية حفلنا هذا، والشكر موصول إلى ضيوفنا الكرام ولكل اللجان والأفراد الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل ومشاركتهم لنا فرحة الخريجين والخريجات. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الخريجون والخريجات، قد لا يكفي مداد جميع الأقلام، وقد لا تتسع صفحات الأوراق لتفي بما ينبغي أن يقال، فأنتم أهل بأن يحتفى بكم، ويجوز فيكم منتهى القول بأجمل سبك وأمتع نظم في هذه المناسبة البهيجة. فالفرحة لا تكتمل إلا إذا ازدانت بكل الصور وتدثرت بكل الحلي والحلل، ابتهاجاً بالنجاح وزهواً بالإنجاز. والآن مع كلمة الخريجين، ويلقيها نيابة عنهم الخريج علي بن محمد بن عبد الله العجيلي من كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. أيها الحفل البهيج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يعجز اللسان عن وصف فرحة هذا اليوم، وتحديداً في هذه اللحظة التي ستكون خالدة في أذهاننا ومنقوشة في ذاكرتنا. إنها لحظة تلخص أياماً من المواظبة المستمرة، وتختزل سنوات من التحصيل العلمي الجاد الذي جاز لنا أن نحتفي به أيما احتفاء، لأن جهودنا أوصلتنا كما ترون إلى هذه المنصة، منصة التتويج وسط هذا الحضور البهيج، والألسنة تلهج بأدعية التوفيق لنا حاضراً ومستقبلاً. ها هي اللحظة الممتعة التي كنا نمني بها الأنفس، لحظة التكريم والثناء والتهنئة بما حصدناه من علوم ومعارف، لحظة تخرجنا مرفوعي الرؤوس شامخي الهمة عاقدين العزم على مواصلة طريق النجاح ونفع بلادنا بكل سبل العطاء، مسخرين إمكاناتنا العلمية التي نهلناها من جامعتنا للرقي بكل مجالات النماء والنمو التي نهفو إليها كما يهفو إليها مجتمعنا الأبي ووطننا العزيز، سيراً على خطى التجديد التي خطها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. أولياء أمورنا الأعزاء، أساتذتنا الأجلاء، إنه حري بنا ونحن نعيش أمتع لحظات الفرح بهذا التتويج أن ننوه بكل من له فضل علينا وبكل الذين أوصلونا إلى هذه المرتبة من التتويج، والذين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل نفعنا وتعليمنا. ولا شك أنهم الآن أكثر ابتهاجاً منا، لأننا أثر من آثارهم ورسم من رسوماتهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وفي الختام لا نريد أن نقول لمجتمع جامعتنا وداعاً، بل نقول لهم إلى لقاء يجمعنا في رحاب الوطن، ناجحين متفوقين رافعين راية الوطن عالياً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الخريجون والخريجات، ما أروع الطريق الذي يوصل إلى الوجهة الصحيحة، وما أجمل المسلك الذي يهتدى به للوصول إلى المقصد النير، وما أحسن القطار الذي يقف في المحطة المقصودة. فنحن الآن وصلنا إلى المحطة المنتظرة لإعلان التخرج
وسط هذا الحفل المهيب. والآن ندعو الدكتور أحمد بن علي الشحري، مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، ليتلو عليكم بيان التخرج لهذه الدفعة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخريجون والخريجات، أدعوكم الآن للوقوف لإعلان بيان التخرج. استناداً إلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وبعد إكمال جميع متطلبات التخرج بنجاح وبنان على توصية المجلس الأكاديمي وموافقة مجلس الجامعة، تقرر منحكم شهادات التخرج والدرجات العلمية مع ما يصاحبها من حقوق وامتيازات. شكراً لكم، وتفضلوا بالجلوس. حفلنا المبارك. يسكت الكل حين تروى قصص النجاح، ويشد الانتباه وقت الصعود إلى منصة التتويج، وينتشي الجميع بفرحة الجميع، وتنحني الروح سجوداً للباري الذي منح لكل مجتهد العون ليصل إلى هذه المرتبة المحتفى بها في هذا الحفل البهيج. يسرنا الآن أن ندعو صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، راعي المناسبة، لتكريم المجيدين وتسليم الشهادات للخريجين، وبصحبته الدكتور أحمد بن علي الشحري، مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، والدكتور مجدي بن محمد بيت علي سليمان، نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية. المجيدون كلية الهندسة والتكنولوجيا ذكور، مستوى البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عبد الله بن محمد بن عبد الله عيديد. مستوى الدبلوم الهندسة الميكانيكية عمر بن علي بن محمد آل إبراهيم. المجيدون كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، مستوى البكالوريوس إدارة سلاسل الإمداد طارق بن سعيد بن عبود العقيلي. مستوى الدبلوم المتقدم المحاسبة أحمد بن سالم بن أحمد المعشني. المجيدون كلية علوم الحاسوب والمعلومات، مستوى البكالوريوس أمن تقنية المعلومات عبد الله تيسير خليل درويش. مستوى الدبلوم المتقدم نظم المعلومات فهد بن عبد السلام بن سالم بن علي النجار. المجيدون كلية الهندسة والتكنولوجيا إناث، مستوى البكالوريوس الهندسة الكهربائية منوى بنت محمد بن علي قيزح المعشنية.
مستوى البكالوريوس الهندسة الكيميائية سارة بن سعيد بن صالح صقر. مستوى البكالوريوس الهندسة المدنية هاجر بنت أحمد بن محمد المعمرية. مستوى البكالوريوس الهندسة المعمارية حكيمة بنت سهيل بن محاد العمرية. مستوى الدبلوم المتقدم الهندسة الكيميائية منى بن سعيد بن سعيد شماس. المجيدون كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال مستوى البكالوريوس المحاسبة هدى حبيب عبد الرحيم الحسين. مستوى البكالوريوس التسويق أبرار بنت غانم بن عبد الله بن ذيبان اليافعية. مستوى البكالوريوس إدارة الموارد البشرية ريان بنت علي بن محاد العمرية. مستوى الدبلوم المحاسبة نوال بن سالم بن سعيد حاردان. مستوى الدبلوم إدارة الموارد البشرية نورة بنت عبد الله بن عوض مرعي الشنفرية. المجيدون كلية علوم الحاسوب والمعلومات مستوى البكالوريوس الشبكات غازية بنت عيسى بن أحمد العمرية. مستوى البكالوريوس نظم المعلومات ريسان بنت عمر بن حسين مبارك وريدان النهدية. مستوى البكالوريوس نظم قواعد البيانات نوف بنت أحمد بن عوض الدرويش. مستوى الدبلوم المتقدم أمن المعلومات نجوى بنت محمد بن محاد العمرية. مستوى الدبلوم تطوير البرمجيات جميلة بنت محمد بن سعيد العمرية. المجيدون كلية الصناعات الإبداعية مستوى البكالوريوس العلاقات العامة رؤية بنت عمران بن سليمان العبرية. نشكر الدكتور مجدي بن محمد بيت علي سليمان نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية وندعو الدكتور رائد بن عوض بالخير نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية للمشاركة في تسليم الشهادات للخريجين. كلية الهندسة والتكنولوجيا. ندعو الآن الدكتور سعيد بن عمر المشيخي رئيس قسم الهندسة للمشاركة في تسليم الشهادات لخريجي كلية الهندسة والتكنولوجيا. خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا مستوى البكالوريوس الهندسة الكيميائية عبد الله بن مسلم بن علي بن سهيل حاردان امتياز. أحمد بن سعيد بن سالم قور المهري.
عبد الله بن سعيد بن أحمد تبوك. محمد بن سعيد بن محمد الغساني. مستوى البكالوريوس الهندسة الميكانيكية. الوليد بن خالد بن سعيد العوفي امتياز. سالم بن مسلم بن سعيد المعشني. محمد بن أحمد بن سليمان العامري. سالم بن سعيد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العليان. زايد بن سليم بن النوه الحريزي. مروان بن علي بن سعيد بن سمحان المسهلي. محمد بن عبد الله بن رمضان بيت مقزح. مثنى بن علي بن سالم مرعي الشنفري. سعيد بن عمر بن أحمد الكثيري. مستوى البكالوريوس الهندسة الكهربائية. مروان بن آدم بن سالم المعشني. عمر بن حسن بن نيروز السويسي. عبد الله بن محمد بن سهيل العمري. عبد الله بن عبد المجيد بن كاتم التيسيري. محمد بن مطر بن فرق بيت توفيق. طارق بن سعيد بن علي سالم حصري الشحري. محمد بن أحمد بن سعيد المشيخي. محمد بن أحمد بن سالم المشيخي. محمد بن علي بن أحمد عموش ثوعار. مستوى البكالوريوس الهندسة المدنية. صقر بن علي بن أحمد العامري. محمد بن عبد الله بن محمد باعوين. حمد بن مبخوت بن سالم البريكي. شهاب بن عبد الحميد بن محمد البلوشي. مستوى الدبلوم المتقدم الهندسة الكيميائية. مالك بن مبخوت بن علي العامري. مستوى الدبلوم المتقدم الهندسة الميكانيكية. أنس بن محمد بن سعيد الشنفري. محمد بن عيسى بن عبد الله بيت علي سليمان. مستوى الدبلوم المتقدم الهندسة الكهربائية. الياس بن سالم بن أمان بيت جميل. ماجد بن سعيد بن سهيل عموش. مستوى الدبلوم الهندسة الكيميائية. خالد بن علي بن سعيد بن سهل المرهون.
مسلم بن أحمد بن سهيل المعشني. أحمد بن محمد بن سهيل بن محمد المعشني. أصيل بن علي بن أحمد بن مسعود قعبوب. محمد بن عيسى بن علي بيت سعيد. أحمد بن خالد بن عبد الله باصديق. سالم بن أحمد بن سالم المشيخي. نواف بن محمد بن مسعود تبوك. أحمد بن محسن بن طاهر آل إبراهيم. مستوى الدبلوم الهندسة الميكانيكية. أسامة بن سعيد بن سالم العامري. محمد بن حسن بن محمد اليافعي. عيسى بن مسلم بن محمد العمري. خالد بن عبد الله بن محمد خوار. خالد بن سهيل بن سعيد الحرسوسي. سعيد بن أحمد بن سعيد الشنفري. عبد الرحمن بن سالم بن أحمد زعبنوت. أسامة بن خالد بن عبد الله باوزير. عامر بن أحمد بن محمد حاردان. مسلم بن سهيل بن علي عامر قيد المهري. محمد بن سعيد بن سالم عامر قيد المهري. سالم بن محمد بن عبد الله كده. نادر بن علي بن محسن بن سلمان النهدي. مهاب بن محمد بن فرق الغساني. سالم بن علي بن سالم بن علي عيرون الشحري. سالم بن محمد بن علي حاردان. عبد الله بن سعيد بن شامس بن مبارك هبيس. يعرب بن علي بن محمد عامر قيد. طاهر بن عقيل بن محمد بامر. عبد الله بن أحمد بن عمر الحداد. أحمد بن سعيد بن علي المعشني. عبد الله بن عمر بن سالم آل إبراهيم. علي بن محمد بن عوض برهام. علي بن محمد بن مسعود ديشري العمري. عمار بن سالم بن عبد الله الكثيري. ناصر بن سالم بن مبخوت ثوعار. محمد بن عبد الله بن علي بن معتوق ايرون الشحري.
محمد بن عبد الله بن سعد بن مستهيل السمع. معمر بن توفيق بن عبد الغني بيت مستهيل. علي بن محمد بن بخيت عزاب المهري. سعيد بن محمد بن أحمد عيرون الشحري. مستوى الدبلوم الهندسة الكهربائية. أحمد بن عبد الله بن محمد خوار. سالم بن سعيد بن محيسن كيكاب الشحري. مسعود بن سالم بن عامر بن سهيل العوائد. حسن بن سالم بن سعيد بن علي أسوط الشحري. عساف بن سالم بن حسن السيل الغساني. فهد بن محمد بن عامر قطن. عبد الله بن محمد بن أحمد وريدان النهدي. عبد الله بن أحمد بن عبد الله الشنفري. بخيت بن أحمد بن بخيت صباح الرواس. سعيد بن أحمد بن سعيد بن محمد حات الشحري. محمد بن سالم بن محمد محود العمري. سالم بن محمد بن مسعود كشوب. سالم بن بخيت بن سهيل بيت سعيد. صالح بن مشعل بن صالح الغساني. عون بن محمد بن عون الشعشعي. سالم بن علي بن سالم بيت سعيد. سالم بن عبد الله بن أحمد عيدروس. ثاير بن حسن بن محمد المشيخي. وليد بن محمد بن أحمد الشحري. راشد بن ناصر بن محمد قداد. حمزة بن سعيد بن سالم بيت سعيد. خالد بن عبيد بن سعيد المهري. ناصر بن محمد بن أحمد ثوعار. محمد بن أحمد بن محمد الهلالي. غانم بن سليم بن أحمد بن سالم القنيبي. حاتم بن سالم بن سعيد ذي شليل الكثيري. أحمد بن محمد بن سعيد الهلالي. علي بن عوض بن سالم المرهون. مستوى الدبلوم الهندسة المدنية. سهيل بن حسن بن سهيل قطن. علي بن محمد بن علي العجيلي.
محمد بن بخيت بن حسن تبوك. حفيظ بن أحمد بن حفيظ مقيبل. أحمد بن سالم بن سعيد بيت باقي. مانع بن سعيد بن أحمد أسلم الشحري. خالد بن بخيت بن أحمد صفرار. رواس بن عامر بن أحمد الرواس. عبد المنعم بن محمد بن علي العامري. علي بن سعيد بن أحمد المعشني. عامر بن محمد بن عيسى بن علي العمري. رامي بن محمد بن أحمد بن قلحيش الشحري. محمد بن سعيد بن عامر الحضري. محمد بن بخيت بن محمد عامر جيد المهري. طارق بن سالم بن أحمد الحضري. الأمير بن سعيد بن أحمد الرواس. معمر بن سالم بن علي بن سالم حواس العامري. مستوى الدبلوم الهندسة المعمارية. معمر بن سالم بن تمان العمري. المعتصم بن ناصر بن سليمان الفارسي. محمد بن سالم بن عمر فاضل. مستوى البكالوريوس الهندسة الكيميائية. أسماء بن شبيب بن فرج اسطنبولي امتياز. منال بنت محمد بن خلفان شماس امتياز. وجدان بنت سالم بن مسعود جعبوب. جميلة بنت محاد بن سعيد قطن. ريم بنت علي بن سعيد شروب المعلم. سمية بن سالم بن عيسى شماس. مروة بن سهيل بن تمان بن سهيل العمرية. أماني بن سعيد بن عامر كشوب. ليلى بن سالم بن محمد بالحاف. رؤى بن سعيد بن فايل هبيث الكثيرية. فاطمة بن سعيد بن أحمد الزوامرية. خير بن سامي بن سعد غفر من الشحرية. مريم بنت محمد بن علي جعبوب. هاجر بنت حامد بن بخيت المشيخية. رؤيا بنت هاشم بن عوض بيت الزين.
أميرة بنت علي بن محمد معكوف زعبنوت. فاطمة بنت محمد بن مسلم هبيث. فاطمة بنت محاد بن سعيد بن عيسى العمرية. ليلى بنت محمد بن علي هبيس. عبير بنت خالد بن محمد اليافعية. أمل بنت علي بن محمد صفرار. آية بنت أحمد بن سعيد المسهلية. ملاك بنت علي بن أحمد مطراف المنجوي. مستوى البكالوريوس الهندسة المدنية بلقيس بنت عبد الله بن فرج جميل. مستوى البكالوريوس الهندسة المعمارية آلاء بنت أحمد بن عوض الشنفرية. تيماء بنت محمد بن مسلم الشنفرية. مستوى الدبلوم المتقدم الهندسة الكيميائية أمل بنت سعيد بن عامر مبارك كشوب. خلود بنت سالم بن حفيظ باعمر. بثينة بنت سالم بن حفيظ باعمر. ريم بنت مستهيل بن سالم كشوب. وجدان بنت أسلم بن محمد تميم العمرية. مونيا بنت عوض بن غياض بيت شميعة. رزان بنت إبراهيم بن أحمد بيت علي سليمان. مستوى الدبلوم الهندسة الكيميائية مستوى الدبلوم الهندسة المدنية لمياء بنت نصر الدين بن حاتم البلوشية. مستوى الدبلوم الهندسة المعمارية ريان بنت رمزي بن مطر بيت فرق الله. شكراً للدكتور سعيد بن عمر المشيخي رئيس قسم الهندسة، حفلنا الكريم. والآن نتوقف مع استراحة قصيرة لمتابعة عرض مرئي شائق، ثم نعود لاستكمال تسليم الشهادات للخريجين.
حفلنا المبارك، ويتواصل الفرح كما تتواصل البهجة
البهجة الغامرة على محيا الخريجين والحاضرين. ويسرنا الآن أن نجدد الدعوة لصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار راعي المناسبة لاستكمال تسليم الشهادات للخريجين، وبصحبته الدكتور أحمد بن علي الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، والدكتور رائد بن عوض بالخير نائب مساعد رئيس الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية. كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال. ندعو الآن الدكتور غانم بن مخيت شماس رئيس قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال للمشاركة في تسليم الشهادات لخريجي كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال. خريجو كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال مستوى البكالوريوس المحاسبة، علي بن محمد بن عبد الله العجيلي. شهاب بن أحمد بن سالم الشنفري. عمر بن سالم بن عمر الرواس. محمد بن مسلم بن محمد قهور المهري. علي بن أحمد بن سليمان بعمر. مدين بن شهاب بن أحمد سلمان النهدي. مستوى البكالوريوس إدارة الأعمال الأزهر بن حمد بن محمد البوسعيدي. أصيل بن حامد بن رجب النوبي. المنذر بن فكير بن زبير عبيدان النوبي. المعالي بن عبد الله بن حميد عبد الله الصقري. عبد الرحمن بن سلطان بن سعيد المسكري. مستوى البكالوريوس إدارة الموارد البشرية سيف بن مسلم بن راشد معكوف زعبنوت. مستوى البكالوريوس إدارة السياحة أكرم عبد الغني الكبير بوعميرة. فارس بن ناصر بن عبد الله عبيد محروس الصيعري. مستوى البكالوريوس إدارة سلاسل الإمداد مبارك بعبد الحسن بن مبارك سالم العجمي. مناف بن محمد بن سيف سليمان الحسني. محمد بن عبد الله بن راشد العوادي. مستوى الدبلوم المتقدم المحاسبة أحمد بن حامد بن أحمد وريدان النهدي. عبد العزيز بن سعيد بن جمعان بام خالف. بخيت بن عمر بن بخيت فاضل.
تحسن الحال. مستوى الدبلوم المحاسبة محمد بن عقيل بن محمد مقيبل. عبد العزيز بن سعيد بن بخيت المعشني. محمد بن علي بن أحمد المعشني. عبد الله بن عمر بن علوي با عمر. محمد بن سالم بن سعيد الجحفلي. هاشم بن أحمد بن أبو بكر الذهب. مازن بن محمد بن عمر الرواس. سعود بن فيصل بن محمد الرواس. عمر بن سالم بن أحمد الكثيري. محمد بن أحمد بن سعيد الشحري. محمد بن مسعود بن سهيل المعشني. مستوى الدبلوم إدارة الأعمال مهند بن عبد الله بن مياه الرئيسي. عبد الله بن أحمد بن محاد الحمادي. محمد بن سيف بن سعيد البطاشي. عبد العزيز بن عبد الله بن راشد خميس الغريبي. محمد بن هاشل بن سالم هويشل البريدعي. أنس بن حمدان بن سالم الرقادي. القسام بن عبد الله بن محمد العنسي اليافعي. إبراهيم بن هلال بن سعيد البلوشي. مازن بن سعيد بن محمد السعدي. زياد بن عبد الرحمن بن إسماعيل البلوشي. سيب بن علي بن ماجد الشكيلي. أمجد بن رقب بن سعيد بيت قمعان. أحمد بن علي بن سعيد تبوك. مستوى الدبلوم إدارة الموارد البشرية سالم بن سهيل بن محمد بن شماس العمري. علي بن سعيد بن علي الكثيري. أحمد بن مسلم بن بخيت بن علي كشوب. فهد بن سالم بن رقب سويدان. مستوى الدبلوم التسويق مصطفى بن فرق بن رمضان بيت صبيح. رشيد بن عبد الله بن ضرام الدهين. محمد بن علوي بن عمر باعمر.
جهاد بن أحمد بن حسن الشنفري. مستوى البكالوريوس المحاسبة نشوى بنت محسن بن عيسى الحراصية امتياز. علية بنت مسلم بن محاد المعشنية. رحاب بنت حارب بن محمد بن علي الحراصية. ريم بنت محمد بن سالم زعبنوت. شيماء بنت عوض بن حسن الشنفرية. رحمة بنت محمد بن سعيد العمرية. غريبة بنت بخيت بن سالم العمرية. أنفال بنت عادل بن عوض الحضرية. ليلى بنت أحمد بن سعيد الكثيرية. فاطمة بنت سعيد بن محمد الرويشدية. منى بنت سالم بن بخيت كدوش الشحرية. يسرى بنت علي بن سعود الحضرمية. نور بنت محمد بن سعيد أحمد الشحرية. هاجر بنت علي بن محمد غواص. نور بنت سالم بن محاد المردوف. كوكب بنت سالم بن أحمد الغسانية. ذكرى بنت سعيد بن مسعود تبوك. نوف بنت خالد بن مصبح سعيد السعيدية. أروى بنت وافي بن مستهيل بيت معد. مستوى البكالوريوس إدارة الأعمال. وجود بنت خالد بن أحمد البلوشية. رحاب بنت عامر بن سالم بن عامر الشملية. لما بنت عصام بن سعيد أحمد الشنفرية. أشجان بنت سالم بن بريك الغافرية. نوال بنت محمد بن سعيد الكثيرية. نشكر الدكتور غانم بن بخيت شماس رئيس قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال. كلية علوم الحاسوب والمعلومات.
تخصص إدارة الأعمال. سبا بن سالم بن حسن الشنفرية. ريان بنت غانم بن علي الدرويش. ميعاد بن سالم بن ناصر الجنيبية. طفول بنت عامر بن سهيل حاديان العمرية. طفول بنت سهيل بن عيسى قشعول قطن. حمدة بنت محمد بن سالم رعفيت. فاطمة بنت بخيت بن سالم العمرية. خلود بنت علي بن علي العيدروس. طفول بنت خالد بن محمد الشنفرية. مستوى البكالوريوس التسويق. أصائل بنت مسلم بن سالم البصراوية امتياز. نوف بنت أحمد بن عوض عبيد. آية بنت عبد الله بن عمر الكتيني الرواس. مستوى البكالوريوس إدارة السياحة. ريم بنت سيف بن راشد سيف الفليتية. ثريا بنت هاشل بن محمد الصلتية. منى بنت محمد بن مبارك التاجر الشحرية. سارة بنت مسعود بن خليفة راشد السرحية. أصيلة بنت سعيد بن فرحان محمد في شيت الشحرية. ليلى بنت مسلم بن مسعود المعشنية. فاطمة بنت عامر بن محمد الحكمانية. حنان بنت سعيد بن عبد اللطيف بيت الشب. مستوى البكالوريوس إدارة سلاسل الإمداد. ماريا بنت حمد بن صالح الدائرية. نعمة بنت محمد بن سيف النعمانية. لينا بنت سالم بن محمد بعمر. أحلام بنت أحمد بن بخيت تمان تبوك. مريم بنت أحمد بن سليمان البلوشية. أسرار بنت زايد بن حبيب الفاخرية. مستوى الدبلوم المتقدم المحاسبة. فاطمة بنت محاد بن علي عامر قيد. مستوى الدبلوم المتقدم إدارة الموارد البشرية. فاطمة بنت سعيد بن أحمد المعشنية. ريان بنت عبد الحكيم بن حسن الشيداد. نور بنت أحمد بن سالم البصراوية. مستوى الدبلوم المتقدم التسويق. روان بنت سالم بن سعيد البرعمية.
مستوى الدبلوم المحاسبة. قيدة بنت محمد بن مسلم هبيس. لبنى بنت علي بن محمد الزوامرية. جميلة بنت محاد بن سالم المهرية. رودينا بنت محمد بن أحمد صح الشحرية. بخيتة بنت أحمد بن محمد معكوف زعبنوت. مستوى الدبلوم إدارة الأعمال. أروى بنت سالم بن محمد الريامية. ملاك بنت هلال بن أحمد البوسعيدية. ندى بنت محمد بن سعيد عبد الله الدوحانية. شفاء بنت علي بن أحمد رعفيت. مستوى الدبلوم إدارة الموارد البشرية. أميرة بنت أحمد بن سالم بيت السويسي. وفاء بنت علي بن سالم بن سهيل شماس. مها بنت آدم بن صنقور بن نصيب بيت كمت. رشاء بنت سهيل بن صنقور بيت قعبوب. النوف بنت عبد الله بن عمر الكتيني الرواس. سارة بنت علي بن سعيد الكثيرية. مريم بنت أحمد بن سهيل باقي. عهد بنت طايب بن قمعان بيت صنقور. شمة بنت سعيد بن عوض بيت سبيع. فاطمة بنت سالم بن حسن عامر قيد. فاطمة بنت أحمد بن عوض بيت سعيدان. منى بنت أحمد بن علي بن أحمد العامرية. نضال بنت سليمان بن محمد الفرقانية. شهد بنت سعيد بن عبد العزيز بيت كليب. إيثار بنت مستهيل بن الدعن بيت عرضين. ريم بنت سالم بن سعيد بيت مقزح. درة بن طارق بن زياد يربوع بيت نصيب. تناظر بنت عبد الحكيم بن عرفة كليب. مستوى الدبلوم التسويق. أميرة بنت سالم بن علي عكعاك. ليال بنت محفوظ بن زاهر بيت براكة. حنان بنت جابر بن بلال بيت مبرك. نشكر الدكتور غانم بن بخيت شماس رئيس قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال.
كلية علوم الحاسوب والمعلومات. ندعو الآن الدكتورة لمياء بنت سعيد الشنفرية رئيسة قسم تقنية المعلومات للمشاركة في تسليم الشهادات لخريجي كلية علوم الحاسوب والمعلومات. خريجو كلية علوم الحاسوب والمعلومات مستوى البكالوريوس نظم قواعد البيانات علي بن عمر بن عيدروس با عمر، مستوى البكالوريوس إدارة البيانات جنيد بن أكبر بن عبد الرسول الزجالي، مستوى الدبلوم الشبكات عازم بن سهيل بن محمد المعشني، طارق بن بخيت بن سالم كشوب، مهند بن علي بن محمد الشنفري، عبد الله بن تركي بن عبد الله الشنفري، فهد بن يوسف بن محمد الجعدي، سهيل بن محمد بن سهيل جداد بيت كثير، علي بن غانم بن فرج فاضل، عبد الله بن سعيد بن سهيل المعشني، مرهون بن سالم بن مرهون الحمر بيت كثير، سالم بن أحمد بن سهيل الحضري، عادل بن سعيد بن أحمد بن سهيلون الصفرار، أحمد بن بخيت بن سهيل تبوك، سلطان بن عبد العزيز بن منصور الشنفري، عواد بن عوض بن الأبرك بيت شجنعة، مازن بن علي بن صالح بيت حديد، مستوى الدبلوم نظم المعلومات عبد الله بن حامد بن عبد القادر الفقيه العجيلي، مستوى الدبلوم تطوير البرمجيات خالد بن سالم بن مبارك بيت سلومي، أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الحضري، حسين بن علي بن سعيد الدرويش، مستوى البكالوريوس الشبكات منى بنت مسلم بن أحمد حاردان، فاطمة بنت سالم بن محاد العوائد، شروق بنت سعيد بن سالم بام خالف، مستوى البكالوريوس نظم المعلومات العنود بنت حامد بن عزيز بيت سليم، فاطمة بنت عامر بن سالم المعشنية، مستوى البكالوريوس نظم قواعد البيانات شهد بنت محمد بنت عوض بنت بيت راشد، مستوى البكالوريوس أمن تقنية المعلومات رحمة بنت سالم بن محمد تميم العمرية،
بسمة بنت مال الله بن خميس الوهيبية. روان بنت راشد بن سالم البطاشية. حفصة بنت عبد الله بن أحمد المزروعية. منى بنت أحمد بن عوض عفرة الشنفرية. مرام بنت حامد بن سعيد الشياح قطن. مستوى الدبلوم المتقدم الشبكات منى بنت حسن بن بدر الحضرية. مستوى الدبلوم المتقدم أمن المعلومات أمل بنت سالم بن عوض عرضين. مستوى الدبلوم الشبكات أصالة بنت سالم بن الفيل بوشحام. هنوف بنت عمر بن مبارك العلوية. آمنة بنت مبارك بن مستهيل الشحرية. مها بنت سالم بن مسلم جعبوب. مستوى الدبلوم نظم المعلومات ملكة بنت عبد الله بن علي باعوين. علياء بنت حامد بن سعيد بيت فرج. رؤى بنت علي بن عبد الله باصديق. مستوى الدبلوم تطوير البرمجيات منى بنت نائف بن سعيد المشيخية. مستوى الدبلوم تقنية المعلومات عبير بن علي بن سرحان الحبسية. ولاء بنت عبد الرضا بن وليد بيت فرج. رقية بنت عبيد بن عبد الله الحسنية. منار بنت سالم بن حارب خلفان اليعقوبية. مزنة بنت عبد الله بن خميس البوسعيدية. روان بنت ناصر بن منصور الرئيسية. نشكر الدكتورة لمياء بنت سعيد الشنفرية رئيسة قسم تقنية المعلومات. كلية الصناعات الإبداعية. ندعو الآن الدكتور عرفات بن عوض آل جميل رئيس قسم الاتصال الجماهيري للمشاركة في تسليم الشهادات لخريجي كلية الصناعات الإبداعية. خريجي كلية الصناعات الإبداعية مستوى البكالوريوس الإعلام الرقمي عبد الله بن سعيد بن غابش سعيد بيت جميل. عبد الحميد بن سعيد بن محمد الحمداني. بالعرب بن حمير بن بالعرب اليعربي. مستوى البكالوريوس العلاقات العامة خالد بن علي بن محاد المسهلي. عاطف بن محمد بن أحمد قيفوز الشحري.
مستوى الدبلوم الاتصال الجماهيري المعتصم بن سليمان بن محمد خالد النعماني. عماد بن علي بن مسعود العوائد. علي بن خليل بن علي البلوشي. المنذر بن أحمد بن عبد الرحمن الكاف. إبراهيم بن دارس بن خادم بوشحام. سالم بن زكي بن صالح بيت فضة. مستوى البكالوريوس الإعلام الرقمي فاطمة بنت مسلم بن سعيد العمرية. خلود بنت أحمد بن عقيل با عمر. ثريا بنت رامس بن سالم جعبوب. العنود بنت سعيد بن آدم بيت علي سليمان. مآثر بنت علي بن حمدان الغيثية. زينب بنت خالد بن ناصر البراكة. أمل بنت أحمد بن سعيد الكثيرية. زينب بنت أحمد بن مسعود الكثيرية. ديما بنت صلاح بن سالم العجيلية. هدى بنت سالم بن محمد المشيخية. زونة بنت سعيد بن خميس اليعربية. عذراء بنت خالد بن خليفة الطارشية. فايزة بنت صحي بن أحمد عمر الشحرية. أبرار بنت ياسر بن سعيد الدرويش. إناس بنت جمعة بن خلفان الضبارية. مرام بنت عبد الله بن سالم النقيب اليافعية. منى بنت سالم بن علي العمرية. بلقيس بنت خميس بن سيف السعيدية. مستوى البكالوريوس العلاقات العامة خلود بن درويش بن سليمان العيسائية. عهد بنت عثمان بن عمر القطيطية. نور الهدى بنت خليفة بن عبد الله الحضرمية. أروى بنت هلال بن حارب الغافرية. لميس بنت سيف بن عبد الله سيف الرواحية. حنين بنت قاسم بن محمد خميس الشيادية. مستوى البكالوريوس الإعلان فاطمة بنت محمد بن رمضان الراعية. مروة بنت سعود بن عبد الله ناصر السيابية. مزنة بنت حمد بن علي المقبالية.
مستوى الدبلوم الاتصال الجماهيري ريان بنت علي بن سالم الشبلية. روان بنت إبراهيم بن طلاب البلوشية. مريم بنت حديد بن ناصر حديد الداودية. نشكر الدكتور عرفات بن عوض آل جميل رئيس قسم الاتصال الجماهيري. وفي الختام تتشرف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بأن تتقدم بهدية تذكارية لصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار راعي المناسبة، ويسلم الهدية التذكارية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. كما يسرنا في هذه المناسبة البهيجة أن ندعو راعي الحفل الموقر وكذلك رئيس الجامعة لالتقاط صور تذكارية مع أعضاء مجلس فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة ورئيسة المجلس الاستشاري الطلابي. مشاهدين الكرام عبر قناة عمان مباشر، حضورنا الأعزاء، بهذا ينتهي حفل الليلة. نلتقيكم مرة أخرى بمشيئة الله مع كوكبة أخرى ناجحة ومع فرحة أخرى عارمة، فرحة تطفي على الوطن نوراً على نور. كان معكم في التقديم محمد الخالص المسهلي، مرام سعيد الهاشمي، وسالم بن عبد الله با عمر. في الإخراج الميداني عبد الله بن أحمد الحضرمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.